ينضم لنا سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. أهلا بك سيادة السفير. أهلا فندم، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. إذن هناك عمل كبير اليوم لرئيس الوزراء، دعنا في تفاصيله. بالطبع الجولة اليوم التي بدأها السيد رئيس الوزراء في الإسماعيلية وامتدت حتى بورسعيد كانت تهدف التعرف من قرب على المشروعات التنموية التي تقام في المحافظتين. طبعا في الإسماعيلية كان هناك زيارة لمستشفى أبو خليفة وللمستشفى الحقيقة هناك جهد لتطوير المستشفى بحيث تكون أكبر مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث في المحافظة. كان أيضا هناك عدة لقاءات مع الافتتاحات التنفيذية بالمحافظة وتفقد لعدد من المحاور المرورية ومشروعات الصرف والطرق والتعليم في المحافظة. الحقيقة أنه الزيارة ليس فقط تستهدف يعني الاجتماع مع قيادات التنفيذية في المحافظة والتعرف على المشاكل والقضايا التي يعني تهمهم ويكون في هناك جدول لمناقشتها وعنصريتها، ولكن أيضا أن يكون هناك اهتمام بالقطاع الصحي في كل من بورسعيد والإسماعيلية، خاصة في ضوء قرب بدء تطبيق مهام التأمين الصحي الشامل. هناك في الإسماعيلية كان بخلاف مستشفى الإسماعيلية العام هناك عدة مشروعات يمكن بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 52 مليار جنيه، مشروعات بتتضمن الأنفاق شمال الإسماعيلية وربط المنطقة بمنطقة سيناء، أيضا مشروع صحارات سيرابيوم، مشروع الصدراء السمكي، عدة محاور، فندق سياحي، العديد من المشروعات التي تم تفقدها التي تم مناقشتها مع المسؤولين. نعم سيادة السفير، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قال إن الحكومة استعدت لشهر رمضان الكريم عبر عدة إجراءات، حدثنا معالي السفير عن أبرز هذه الإجراءات. أولا كان هناك من توجيهات من السيد رئيس الوزراء في الفترة السابقة بزيادة كميات وطرح كميات إضافية من السلع التموينية خلال شهر رمضان. من ناحية أخرى كان هناك توجيه بالمتابعة المستمرة لاحتياجات السوق بحيث أنه يتم استعادة أي كميات فورا، وتم استيراد كميات من اللحوم والدواجن. هناك متابعة لكل ما يتعلق باحتياجات شهر رمضان، اهتمام أيضا من الدولة بأن يكون هناك في تنويع لمنافذ البيع وأن يكون هناك منافذ بيع إضافية وأن يتم توجيه العدد الإضافي من منافذ البيع في المناطق الأكثر احتياجا. شكرا جزيلا سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة.